تحية لكم مشاهدينا الكرام، نحن هنا في مجمع ناصر الطبي حيث نشهد انتشال لعمليات أو انتشال لأعداد كبيرة من الشهداء في المقبرة الجماعية التي أقيمت في باحات مجمع ناصر الطبي خلال توغل جيش الاحتلال لهذه المنطقة. جرى انتشال عدد من الجثامين ويجري العمل على انتشال عدد آخر مدفونين تحت الأرض بأمتار عدة. ينضم إلينا الآن الرائد صقر ضابط هذه المهمة في الدفاع المدني. تحية لك سيادة الرائد، ما الذي يجري هنا؟ ماذا هناك من تفاصيل يجب أن يعرفها المشاهدين؟ نعم، لقد تلقينا بلاغات عديدة بوجود شهداء تم دفنهم من قبل ذويهم ومن قبل الطواقم الصحية في باحات مستشفى ناصر. الدفن تم لأنه كانت المقبرة، مقبرة خان يونس، محاصرة من قبل الاحتلال. تم دفن الشهداء والمرضى داخل باحات مستشفى ناصر. بعد انسحاب الجيش من مستشفى ناصر قام الأهالي بالتوجه لأماكن دفن ذويهم فلم يجدوها، لم يجدوا جثامين. توجهوا للدفاع المدني ووضعوا بلاغات بأنهم لم يجدوا ذويهم الشهداء الذين دفنوهم داخل الأرض. توجهنا إلى المكان، إلى باحات مستشفى ناصر. تم من طرفنا عمليات بحث. بعد البحث الحثيث وجدنا مقبرة جماعية قام بإنشائها الاحتلال كما ترى داخل مستشفى ناصر. المقبرة طبعا الأعداد اللي فيها حسب البلاغات الواردة إلينا قرابة 400 شهيد. قمنا بالعمل منذ يومين واليوم الثالث، في 3 أيام قمنا باستخراج، اليومين السابقين استخراج 150 شهيد. اليوم بشرنا العمل من الصباح أيضا، حتى الآن تقريبا 20 شهيد تم انتشالهم. وكما ترى الجثث متحللة، الجثث فوق بعضها، تم دفنها بشكل همجي، نساء، أطفال، شيوخ، مرضى الذين يعني استشهدوا نتيجة حصار مستشفى ناصر. طبعا هنالك مخاوف من تواجد المواطنين والأهالي وذوي الشهداء في المكان، خوفا من انتقال الأوبئة والأمراض أو حصول مكره صحية في المكان، لأنه الكل يبحث عن ذوي والجثث كما ترى متحللة. يقوم المواطن يعني بلمس الجثة وهي متحللة اعتقادا منه بأنها لوالده أو لأخيه أو لأحد من ذوي أو من يخص. شكرا. سيادة الرائد، بالحديث عن الأعداد التي تم العثور على ذويها من الجثامين، حقيقة الناس المعروفة هي يعني كان مسجل على أكياس الموتى المدفونين بداخلها، كانت مسجلة الأسماء، لكن يعني نسبة الناس المجهولين الذين لم يتم التعرف عليهم من قبل ذويهم أكبر بكثير. يعني بالأمس قمنا بانتشال قرابة 40 شهيد. الأربعين شهيد تم التعرف على تقريبا 7 والباقي تحت بند مجهول لم يتم التعرف عليه. تم توثيق بيانات الشهداء المتحللين من خلال كاميرا الأدلة الجنائية، توثيق اللازم لتعرف الأهل سواء من اللبس أو يعني أي معلم موجود على الجثة، ومراجعة الأهل. عندما يراجع الأهل الأدلة الجنائية يقوم يعني منهم من يقوم بالتعرف من خلال الزي أو اللبس أو معلم معين في الجثة، ومنهم من لم يتعرف على الجثة. يعني الحديث هنا عن مزيد من الجثامين التي يتم إخراجها، لكن لاحظنا أن الجرافات تقوم بالفحر لأمتار يعني كثيرة نسبيا تحت الأرض. احنا صراحة يعني بداية العمل كانت على يعني قريبة من وجه الأرض، ما لا يتجاوز يعني 30 أو 40 سنتيمتر. كلما بحثنا وانتشلنا شهداء نجد عدد أكثر، يعني كلما انتشلنا عن السطح نجد في الأسفل. أنا درجة أنه الآن الكباش يعمل، لو وثقت الكاميرا اللي تم وجود يعني الآن وجود شهداء على ارتفاع ما قرابة 1.5 متر. يعني انتشلنا على قرابة 40 سنتي والآن نقوم بانتشال شهداء على قرابة 1.5 متر. طبعا كما ترى المعدات، هي طاقم الدفاع المدني كما ترى قام بانتشال شهيد، قام بانتشال شهيد من يعني ارتفاع عن وجه الأرض ما يعادل 1.5 متر.
طبعا الكباش يعني هو كباش وحيد. المعدات الموجودة هي معدات يدوية، معدات يدوية ومعدات بسيطة جدا. الكباش يعني هو المعدة الكبيرة الموجودة في المكان. باقي العمل يعني بأيدينا وبمعدات بدائية كريك وطورية يعني. وكما ترى الموقف يعني محزن وكارثي وصادم بالنسبة للأهالي وبالنسبة للطواقم الطبية، بالنسبة للطواقم الصحفية أيضا، ومن خلال قناتكم يعني أتمنى على جميع الأهالي المدفونين الذين دفنوا أولادهم أو ذويهم في مستشفى ناصر أو باحات مستشفى ناصر يأتوا خلال الأيام القادمة للتعرف على ذويهم إن وجدوا أو يعني استطاعوا أن يتعرفوا عليهم. شكرا لك سيادة الرائد، رائد صقر ضابط مهمة الدفاع المدني في هذه المنطقة. يعني مشاهدينا الكرام، مزيدا من الجثامين يتم استخراجها، سنتحدث بعد قليل مع ذوي أحد الشهداء. سنتحرك بالكاميرا والصورة لنكون أكثر مقربة من ما يجري هنا في هذه المنطقة. المشاهدين الكرام، كنا عبر الجزيرة مباشر منذ اللحظات الأولى لانسحاب جيش الاحتلال وقيام الدفاع المدني، منذ اللحظات الأولى لانسحاب جيش الاحتلال من هذه المنطقة تابعنا وواكبنا عبر الجزيرة مباشر انتشال عدد من الجثامين من باحات المجمع، لكن هذه المقبرة الجماعية تم اكتشافها مؤخرا. وهنا الأهالي في كل مكان ينتظرون، وهم يعلمون أن أبنائهم شهداء، لكنهم ينتظرون انتشال الجثامين. للاطمئنان على أن الشهداء دفنوا بطريقة يعني تكرم فيها جثامين الشهداء. سنتحدث الآن إذا سمحت مع أحد إحدى النساء التي تنتظر جثامين. بنتظر جثمان ابني، استشهد في تاريخ 22/1/2024 يوم الاثنين، وكان صائم مقابل رب يعني هو صائم، لكن غدر الاحتلال والصهيوني قام بإلقاء 3 صواريخ على شباب عزل يعني مجردين من السلاح. يعني أول إشي رمى عليهم صاروخ F-16، ولكن قدر الله ما شاء إنه يعني ما صابهمش، وثاني مرة إنه يعني خبطهم بالزنانة ربنا، لكن الصاروخ الثالث أصابهم والحمد لله رب العالمين. يعني هذه شهادة رب العالمين. يعني إحنا صح زعلانين على أولادنا وزعلانين على إنه جثمانهم يعني النصرة نكلت القوات الاحتلال بجثثهم، وهذا اللي أنا زعلت عليه، لكن إنه شهيد ما زعلت. صح اني ما زفيتك يما عريس، باذن ربنا حزفك ان شاء الله الحين نلاقي جثته وازفه شهيد باذن رب العالمين. وين كان مدفون؟ مدفون بين المشرحه والصيانه. ما لقيتهوش في المنطقه دي؟ ما لقيتهش، وتوجهت للصليب الاحمر على اساس انا من اول من سحبت قوات الاحتلال توجهت للمكان اللي دفن فيه ما لقيته، توجهت للدفاع المدني قالوا لي انه اليهود اخذوهم، وتواصلت مع الصليب الاحمر واتصلت مع الطواقم الصحيه كلها وقالوا لي انه اليهود اخذوهم، وانا جيت يعني ضليتني ابحث يعني ما استسلمتش، ضليتني ابحث لما يعني اعرف وينه. فلقيت قابلت مع الدفاع المدني مره ثانيه وقلت لهم يعني انه وين جثه ابني، صرت يعني ابحث يعني كل واحد ما الاقيه اقول له وين جثه ابني، قالوا لي انهم عاملين لهم مقبره جماعيه في مستشفى ناصر، وهي انه يمكن ما يقارب ال10 ايام كل يوم بنيجي وبندور على زي ما انت شايف، زي ما انت شايف حال الاهالي كيف يعني. كل يوم بتيجوا هنا؟ كل يوم باجي من الساعه 6 للساعه 2. في جثمان جديد؟ شوف نعم، يعني تم استدعاء هذه المراه لان هناك جثمان جديد تم العثور عليه، فيعتقد ان يكون جثمان نجلها. يعني هنا مشاهدينا الكرام هكذا تجري اللحظات مشاهدينا الكرام. أثناء وقوف الأهالي وأثناء الحديث معهم فورا يتم استدعاء الأهالي مع كل جثمان جديد يخرج.
كما تشاهدون الآن انتشال لي جثمان جديد. انتشال لي جثمان جديد. نعم. يعني سنتحدث الآن مع ضابط الأدلة الجنائية في الدفاع المدني مشاهدينا الكرام للتعرف على الخطوات التي يقومون بها من أجل التعرف على الجثامين. يعني ما هي الخطوات التي تقومون بها؟ ما هي طبيعة المهمة التي تجري هنا بالنسبة لكم؟ احنا في إدارة الأدلة الجنائية في محافظة خان يونس نقوم على استخراج الجثث بعد تم استخراجها بتوثيقها بتصويرها والحفاظ المحافظة على مقتنيات. طبعا من خلال العلامات الفارقة الموجودة في كل جثة بيتم التعرف كل من له شهيد يتم التعرف عليه. بضل جزئية مهمة اللي هي موضوع انه الاعداد الموجودة هنا اعداد مهولة جدا، ما كناش متوقعين. احنا كان يعني حسب البلاغات المفقودين بالالاف، لكن حسب الاشارات اللي كانت توصلنا انه في مستشفى ناصر يعني من 150 ل 200 شهيد، لكن تفاجأنا الاعداد وصلت تقريبا 400 شهيد حتى هذه اللحظه، والاعداد والاشارات بالمفقودين تزداد. كل من له مفقود ياتي الى مستشفى ناصر ويجد فمفقوده، وهذا شيء يعني جريمه تسجل على قوات الاحتلال التي لا تأبه لأحد. يعني أنتم تؤكدون أن الاحتلال قام بنقل الجثامين من أماكن إلى هنا إلى مجمع ناصر؟ صحيح صحيح. كانت موجود في مقبرة، ثلاث مقابر في هذا المكان، مقبرة خلف المشرحة، ومقبرة أمام مركز هند الدغمة، ومقبرة أمام المشرحة. المفاجأة أنه قام قوات الاحتلال بجمع المقابر الثلاثة في مكان واحد وفي حفرة. كما تشاهدون المكان صغير لا يتسع ل 150 جثة، تتفاجأ أنه موجود فيها يزداد عن 300 حتى هذه اللحظة 300 جثة تم استخراجهم خلال أسبوع سبعة أيام. نعم. طب الإجراءات القانونية والخطوات القانونية للتعرف على الجثمان ما هي؟ إحنا الإجراءات اللي بنقوم بها في الوضع في الوقت الحالي أنه بتصور الشهداء ما يرتديه من ملابس، كل جثة عليها مقتنيات من ملابس من أختام من يعني هذه الأشياء قد تصلنا إلى للتعرف على صاحب الجثة. شكرا لك. المشاهدين الكرام كنا مع ضابط الأدلة الجنائية حول الحديث عن الخطوات للتعرف على الجثامين في ظل العدد الكبير لهذه الجثامين. الآن تم استخراج شهيد. كما تشاهدون المواطنين أو المواطنون جميعا يقومون بالتوجه مباشرة إلى أي جثمان يتم استخراجه من أجل التعرف عليه، لأن الأعداد هنا كبيرة والمواطنون قاموا بدفن أبنائهم في أماكن أخرى، لكن الاحتلال جاء بهم إلى هنا ودفن كل الجثامين فوق بعضها البعض. الجثامين متحللة بالكامل مشاهدينا الكرام، والمشهد هنا قاسي وصعب بالنسبة للأهالي. المشهد هنا صعب، ومزيد من الجثامين يتم استخراجها. طبعا كما تشاهدون فورا حينما يتم التعرف على جثمان الشهيد يتم استلام الجثمان من قبل الأهالي، إن تم العثور على الأهالي، لأن هناك عدد كبير من الجثامين استخرجت ولم يتم التعرف عليها نظرا لحالة التحلل التي شهدتها الجثة. سنترككم مشاهدينا الكرام مع الصورة انت عندك حدا شهيد؟ عندي بنتي شهيده، وعندي ابن عمي وبنته وزوجته، اربع شهداء عندنا. وين دفنتهم؟
واحنا بتاريخ 21/1 كان في اجتياح، بدا الاجتياح لمدينه خان يونس ومعسكر خان يونس وحي الامل. لما دخل الجيش الاسرائيلي قطع الطريق من جهه جنوبيه لمستشفى ناصر على المقبره او مقبره خان يونس اللي ندفن فيها موتانا وشهدائنا. اضطرينا لانه استشهدوا هم بتاريخ 21/1 ليله الاجتياح، اضطرينا ندفن في المنطقه الغربيه لمغسله ومشرحه ناصر في مستشفى ناصر نفسها. بعد عيد الاضحى ثاني يوم عيد الاضحى اتفقنا احنا كاهالي شهداء نيجي نشوف اولادنا، نخرجهم وندفنهم بمدافن او قبور تليق بيهم لاجل اهاليهم خواتهم بناتهم امهاتهم تزورهم يقرأوا الفاتحه عليهم. كعاده المسلمين انه كل انسان بيموت او بيستشهد بيكون له قبر خاص به. فاجأنا لما جينا هنا انه الجيش الاسرائيلي مخرج الشهداء جميعا، كل الشهداء واللي موجودين شرق المغسله عاملهم قبور جماعيه وحطتهم غرب المغسله، واللي كانوا غرب المغسله مش موجودين. وجدنا انه الجيش الاسرائيلي اخرج الشهداء من اكفانهم وحط لهم اللي هو حلفهم بقطع من النايلون موجود عليها نجم داوود. لقينا قطع نايلون موجود على نجم داوود ملفوفين الشهداء فيهم. لما بداوا الشباب بمجازات الشخصيه اول 8 ايام بداوا يفحروا، كنا بنلاقي الشهداء بالخمسه فوق بعض بالعشره فوق بعض. لغايه امبارح كنا مطلعين ما يقارب من 400 شهيد. الناس كانت تتعرف على اولادها عن طريق ملابسهم فقط لا غير. انت تعرفت على حدا؟ ما طلعتش والله. لا انا تعرفت على ناس ثانيه، يعني في ناس من المنطقه من عندنا عرفتها من ملابسها واتصلت على اهاليهم واجوا اخذوهم ودفنوهم. نعمل من الله ان شاء الله تطلع بنتي ويطلع ابن عمي وزوجته وبنته واقدر ادفنهم. يعني عظم الله اجركم وربنا يعينكم ان شاء الله، وان شاء الله يتم العثور عليهم في اسرع وقت. يعني مشاهدينا الكرام، الاهالي هنا جميعا ينتظرون على حر من الجمر وامام مشهد قاسي جدا، خروج الابناء. لكم ان تتخيلوا ان الاهالي هنا يعرفون ان ابنائهم شهداء، لكنهم يبحثون حتى عن الجثامين من اجل تكريمهم ودفنهم. هذه المراه مشاهدينا الكرام تقوم بالجري بين الجثامين جميعا من اجل العثور على نجلها. حينما يتم استخراج اي شهيد تقوم فورا بالركض نحو الجثمان المستخرج من اجل التعرف عليه اذا ما كان نجلها المفقوده جثته ام لا. يعني نتابع واياكم مشاهدينا الكرام هذه الصور من مجمع ناصر الطبي. مشاهدينا الكرام لازلنا معكم من مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث كما تشاهدون هذه العائلة لم تجد وسيلة ربما أجمل من الورد لتغطي به جثامين أفراد العائلة الذين تمكن الطواقم الدفاع المدني في حضرة العائلة من انتشالهم. سنتحدث الآن مع هذه الحاجة، ربما هي الأم. يعطيك العافية حجة وعظم الله أجركم وربنا يصبركم ويثبتكم إن شاء الله. أنت أمهم أم الشهداء؟ نعم أنا أمه، وهذا وست لفادي، أمه لأحمد وست فادي. يعني هذا راجل وابنه؟ ابني وابن بنتي، هاي امه ابن بنتي هذا، وهذا ابني. يعني هو مدرس وفنان تشكيلي. شوفوا حطينا الورد لانه كان بحب الورد، بحب الجمال، بحب الرسم. الحمد لله الله طمنا عليه والقناة. يعني من 1/2 له 3 شهور الحمد لله زي ما هو. والله ما هو اسمع جيبوا ورد، يا جيبوا ورد من غير مش مشكله. تفضل هنروح يا حبيبي. الحمد لله على الروح وكله جايز على الروح وكل شيء الحمد لله. المهم لقيناه، يعني واحنا الواحد مش عارف، يعني ضلنا في قلق واحنا نفكر هل لقيه ما لقهوش. دفناه عند المشرحه هناك لقيناه هن لما دخلوا اليهود واخذوا الجثث الجثمين من المستشفى هان، اخذوهم وردوا رجعوهم هان، عملوهم فوق بعض زي الفسيخ عملوهم. الحمد لله زي ما هي الجثة، الوجه متبسم وهو بضحك. يعني
يعني تعرفت عليهم سريع؟ فتحنا طوال ومن ملابسه الحمد لله. ضربة الصاروخ كانت مأثرة شوية على رأس الشظايا ورجلين الحمد لله. هذه المرة هذه زوجته؟ يعني مشاهدينا الكرام تجلس هذه المرأة ومعها طفلتاها بجانب جثمان زوجها الذي انتظرته لأيام طويلة وهي تبحث عنه. من واحد اثنين والحمد لله بنقول إن لقنا. كيف استدليتوا عليه؟ الشهادة شدم. احنا هنا كان في المستشفى جايبينه الأسعاف جابته في المستشفى وندفن هنا، حكونا إن دفناه هنا ولكن لقناه في ناحية تانية من اليهود لما أجوا على المستشفى وأخذوهم. حكوا أنه أخذوا كمان جثث اليهود، يعني سن الواحد مش عارف وين يروح، على أبو يوسف النجار يدور عليهم ولا أنا رحت عرفح ودورت عليهم كمان وشفت اللي جابوهم، يعني ما فيش. أنت كنت عارف أنه شهيد وبتدور على الجثمان؟ بدور على الجثمان، أنا بدور على ابني عشان أعرف أدفنه أنا أكون خلاص ارتحت وهو يرتاح كمان في قبره. يعني كمان دورت هنا وهنا، آخر إشي لما إجوا الحين الوضع هدي شوية وجينا ندور على الشهداء رحنا فحرنا هناك عند المشرحة. ما فيش فيش إلا أسبوع وإحنا بنروح وبنيجي. لما عاد الحين الحمد لله لقيناهم على الشقة الثانية. كيف لقيتوهم؟ كيف تبلغتهم كيف لقيتوهم؟ إحنا بنيجي هنا كل يوم، كل جثة بتطلع، كل إشي، كل حدا ببين بنروح نشوف، أنا وإخواتي وأهلي كلهم هنا، كلها هنا بندور عليهم، أي جثة بتطلع بنشوف الحمد لله لقيناهم. والجرافة يعني سهلت علينا الحمد لله الموضوع والدفاع المدني الحمد لله. لو كان سهل الموضوع كان حفر على كل الشهداء وما خدناش كم من يوم، وناس احنا لنا 5 ايام وهي السادس، ناس غيرنا لها 10 ايام. وفي ناس وهي كانت بتروح وبتيجي. في ناس كانت هنا موجوده ضلتها في المستشفى، في ناس ضلتها في المستشفى لاخر يوم بعد ما فاتت اليهود، قالوا نقلوا الجثث اللي من هناك فحصوهم وكل شيء، فحصوهم وجابوهم وحطوهم من هنا، وفي غيروا الاكفان في إشي مش مكتوب عليه كمان، غيروا في إشي غير أكفان وفي إشي ما تغيرش الأكفان. يعني كانوا مكفنين في أكياس، الجيش راح غير أكفانهم. قالوا فحصوهم وغيروا الأكفان وحطوهم. زي